يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة مهمة فيها العديد والعديد من الأخبار والتفاصيل المتنوعة على مختلف الأصعدة كما هو المعتاد، سواء عالميا محليا. وقبل كل ده، كل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر الأخبار والتفاصيل هتكون معانا على مدار فقرات حلقة النهاردة، فبالتالي هي حلقة دسمة شوية وفيها أمور كتير جدا مهمة هنتكلم فيها. الأهم دايما زي ما حضراتكم متعودين معانا تتواصلوا من خلال صفحات قناة الأهلي على السوشيال ميديا وتتفاعلوا معانا بخصوص سؤال حلقة النهاردة، وهو بيتعلق بمنتخبنا الوطني الأول اللي فاز امبارح على السودان. لكن احنا عايزين تقييم حضراتكم بخصوص الماتشين سواء امام لبنان والسودان، ورايكم في اداء المنتخب في البطوله العربيه حتى الان وقبل مباراه الجزائر اللي هتكون بعد بكره باذن الله تعالى الساعه 9 بالليل. تواصلوا من خلال صفحات قناه الاهلي على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير من حلقه النهارده. لكن البدايه دايما بتكون باهم وابرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الجهاز الفني يدرس عروض المعسكر الخارجي. وفي الترند المحلي، المنتخب يبدأ الاستعداد لمباراة الجزائر. أما في الترند العالمي، صلاح يحقق رقما جديدا مع ليفربول، ما شاء الله عليه. هقول لحضراتكم اهم وابرز مباريات اليوم في مختلف البطولات حول العالم. النهارده مفيش كاس العرب، اجازه النهارده، بكره الجوله الاخيره، وبعد بكره كمان الجوله الاخيره في مختلف المجموعات. لكن الدوري الانجليزي مستمر ومباريات جدا مهمه النهارده بالتحديد، ابتدت معظمها في تمام الساعه 4 عصرا. الشوط الاول انتهى ما بين ليدز يونايتد وبرينتفورد بتقدم ليدز يونايتد بهدف مقابل لا شيء. مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، تعادل سلبي بدون اهداف. توتنهام هوتسبير مع نوريتش سيتي، تقدم توتنهام بهدف للوكاس مورا، عمل اسيست هيوم مينسون بنتيجه 1-0. اما في بالتحديد في تمام الساعه 6:30 مساء هتكون مباراه استون فيلا وليستر سيتي، وهي اخر او مش هتكون اخر مباراه الجوله، لان بكره في مباراه ايضا مهمه جدا لايفرتون ومباراه غايه في الاهميه. فده فيما يتعلق ببعض مباريات الجوله رقم 15 من البريمير ليج. اما بخصوص الدوري الاسباني اللي بيتصدره ريال مدريد وبتفوق ومنفرد في الصداره، بعد التحديد كمان برشلونه بعيد طبعا شويه وخسروا امبارح من ريال بيتيس بهدف مقابل لا شيء، وكمان اتلتيكو خسروا 2-1 امبارح، فبيغرد ريال مدريد وحيدا في الصداره بعد ما فاز على ريال سوسيداد بهدفين مقابل لا شيء. ففي بعض المباريات النهارده، رايو فاليكانو لعب خلاص، المباراه ابتدت الساعه اعتقد 3 تحديدا مع اسبانيول، وانتهت بفوز رايو فاليكانو بنتيجه 1-0. إليتشي هيلعب كمان ربع ساعه مع قادش، وليفانتي مع اوساسونا الساعه 7:30، والساعه 10 بالليل سيلتا فيجو مع فالنسيا. اما بخصوص الدوري الايطالي، فبولونيا خسران من فورنتينا 3-2 في مباراه انتهت خلاص بشكل رسمي. سبيزيا متقدم على ساسولو بهدف مقابل لا شيء، مباراة ابتدت الساعة 4، وفي نفس التوقيت كانت مباراة فينيزيا مع هيلاس فيرونا وتقدم فينيزيا بنتيجة 3-3 لا شيء. أما الساعة 7 مساء في الدوري الإيطالي، فمباراة سامبدوريا مع لاتسيو، والساعة 10 إلا ربع مباراة اليوفي مع جينوا. مباريات كلها في الحقيقة غاية في الأهمية. لكن الأكثر أهمية والكلام الكتير جدا هيكون معانا على مدار فقرات الحلقة المختلفة بعد الفاصل، تفاصيل كتير وأمور مهمة هنتكلم فيها، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة في الحقيقة كان في حدث مهم جدا جدا تابعناه كلنا النهاردة الصبح، وكان حدث من خلال احتفالية لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. والحفلة دي في نسختها الثالثة بالمناسبة، وبيتخللها عدد من الفقرات. أهم فقرة بنشوفها وبنتابعها وبنحبها جدا جدا، وهي فقرة اسأل مع الرئيس. والفقرة دي مهمة لإيه؟ لأسباب كتير. أولا بتشيل الحواجز ما بين مثلا اللي بيسال او بين اي حد بيتواصل مع رئيس الجمهوريه، ودي حاجه فريده من نوعها احنا ما كناش متعودين عليها قوي هنا في مصر زمان قوي يعني. لكن في نفس الوقت انت بتتواصل، عندك جرأه في السؤال، ما فيش اي حواجز، والملاحظ واحنا بنتفرج ان دايما ايه، ما فيش حاجه مرتبه، ودي الميزه يعني. الاسئله بتتقال بشكل تلقائي، كل واحد بيقول اللي نفسه فيه،
والجميل ان الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحقق بقدر المستطاع كل اللي بيطلب منه في الحقيقه من الشباب الجميل اصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصه في الحقيقه. فده امر مهم جدا. كمان الامر الاهم هو جبر الخواطر اللي دايما بنشوفه من خلال فخامه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، ودي امور غايه في الاهميه. فالكلام بحريه والطلب بحريه امر جميل جدا. خلينا تعالوا نروح نشوف الفيديو ونرجع عشان عندنا كمان ايه خبر مهم جدا عايزين نقوله. يلا بينا. بصراحه عندي امنيه، وامنيه كبيره كمان. ايه بقى؟ انا بصراحه انا سباح ونفسي يعني العب سباحه في النادي الاهلي. طب ما لازم لازم النادي الاهلي ياخدك دلوقتي يا احمد، دلوقتي واحنا قاعدين كده. خلاص انت هتطلع من هنا على الميو على طول. لا واحمد ما شاء الله كمان يعني مثقف وبيقرا كويس وعنده معلومات هايله كمان، ومستمع جيد لكل محطات الاذاعه، مش كده؟ مظبوط. اه وبتحب الجمبري وال لا خلي الموضوع ده بعدين بقى. يعني النادي الاهلي تلاقي دلوقتي كله فرحان انك انت تبقى عضو من اعضاء. طبعا. ايوه طبعا، عشان سباح وبطل جمهوريه برضه حضرتك. صحيح. ايوه صحيح. طبعا طبعا. كابتن محمود الخطيب بعت ابروف ده على طول دلوقتي. بس خلاص. وبالتأكيد النادي الأهلي يفخر بوجوده داخل عائلة النادي الأهلي، وده أمر جميل جدا. أولا شاب اسمه أحمد طارق، بطل في السباحة وممثل كوميدي وكمان بيلعب ألعاب قوة، فحاجة جميلة جدا. وشاب يفرح ودمه خفيف وزي العسل. اللقطة حلوة، اللقطة حلوة، الحديث المباشر بدون أي مخاوف، بدون أي مثلا اعتبارات عشان أقول المصطلح الصحيح، مع رئيس الجمهورية، والرد بشكل جميل جدا من سيادة رئيس الجمهورية، والرد تلقائي وبشكل سريع، وتحقيق أحلام هذا الشاب الجميل. وكمان كابتن محمود الخطيب بيرد خلال ثواني معدودة بأنه موافق وما فيش أي مشكلة طبعا، طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فبالتالي استجابة لتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل الكابتن محمود الخطيب غدا في الواحدة ظهرا بالتحديد بمقر النادي الأهلي السباح أحمد طارق، وسيتم قيده في فريق السباحة حسب الفئة العمرية، وذلك في إطار دعم النادي الأهلي للرياضيين الأبطال من ذوي الهمم وتنفيذ سياسة الدولة في دعم هؤلاء الأبطال. وإحنا عارفين دائما أن النادي الأهلي كمؤسسة كبيرة وعريقة هي جزء لا تتجزأ من أو جزء لا يتجزأ من الدولة، وهو بيساهم مع الدولة في كل الخطط اللي بتتعلق بالتنمية وكل الخطط اللي بتتعلق بالأساس وبالهدف الأهم، وهو التقدم والتطور في كل المجالات وعلى كل الأصعدة داخل جمهورية مصر العربية في الحقيقة. فدي لفتة طيبة ومهمة جدا، وحاجة أكثر من رائعة، وخبر كان لازم نبتدي به حلقة اليوم. وأحمد طارق إن شاء الله بإذن الله يجيب بطولات كمان للنادي الأهلي، أهلاوي جامد جدا، نفسه يبقى موجود في النادي الأهلي. خلاص بقى موجود في النادي الأهلي، وبكرة هتشوفوه إن شاء الله مع الكابتن محمود الخطيب. تحية كبيرة جدا جدا بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال طبعا هذه الاحتفالية الأكثر من رائعة. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل بقى نرجع نتكلم في بعض الأمور المهمة بخصوص منتخبنا الوطني الأول، وكمان بخصوص نادينا الحبيب النادي الأهلي. استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نتكلم عن منتخبنا الوطني وفوزه امبارح على السودان بنتيجة كبيرة جدا جدا ومقنعة، وأداء جيد في الحقيقة، 5-0 بروح كمان عالية قوي. بس في بعض الجوانب اللي احنا حابين نتكلم فيها مع بعض، لأن دايما لما نيجي نلاقي مثلا ايه الجزائر بتكسب اول ماتش 4، وبنلاقي المغرب كسبت اول ماتش باين 4 برضه، وتونس كسبت اول ماتش 5، فبنقعد نشيد ونقعد نقول هي دي المنتخبات القويه، وهي دي المنتخبات اللي ما بتهزرش واللي عندها قدرات واللي عندها جهاز فني محترم وزي الفل وحلوين، تمام، ومحدش يختلف على كده، منتخبات كلها كبيره. ومصر كسبت لبنان 1-0، حلو. نيجي بقى احنا نكسب السودان 5، يقول لك اصل السودان منتخب ضعيف، اصل احنا برضو لا يعني طبيعي ان احنا نكسب 5، ما هي فرقه ضعيفه جدا اللي احنا بنلعبها مع كامل الاحترام يعني لمنتخب السودان. فبصراحه ده بيبقى تقييم غير منطقي بقى يعني، وبيبقى فيه نسبه كبيره جدا جدا من الظلم الواقع على مجهود الجهاز الفني وعلى مجهود اللاعبين. هيبقى فيه اخطاء وفي اخطاء وهيفضل فيه اخطاء، ده طبيعي في الكوره.
ده طبيعي في الكوره. لكن زي ما قلت لحضراتكم امبارح، الاهم ايه؟ الاهم دايما ان انت تبقى عارف الاهداف المحدده بالنسبه لك كمنتخب مصر من المشاركه في البطوله العربيه او في بطوله كاس العرب. الاهداف ايه؟ بوضوح انت بتحاول توسع قاعده او القاعده بتاعت لاعبي المنتخب، ان يبقى عندك عدد كبير جدا من اللاعبين اللي يصلحوا للمشاركه مع منتخب مصر تحسبا لاي ظروف، لاي اصابات من العناصر الاساسيه. الراجل بيشتغل في الجانب ده؟ اه بصراحه بيشتغل في الجانب ده. ماشي بشكل كويس؟ اه بصراحه ماشي بشكل كويس. اختلافنا امبارح كان على ايه؟ حته ايمن اشرف انه يبقى ديفندر في نص الملعب. واضح من خلال المباراه ان هو كان بايه بيغطي على عمر او على فتوح تحديدا لما بيتقدم يغطي وراه وكلام، يعني ليه واجبات معينه طبقا لتعليمات مستر كارلوس كيروش يعني. فالامور ماشيه بشكل كويس بالنسبه لمنتخب مصر بصراحه. الانتقادات مطلوبه، بس الانتقادات دايما لازم تكون بناءه، ما يبقاش ان احنا بنحاول ننتقد لمجرد الانتقاد ونقطع في الجهاز الفني والراجل. يعني بسمع ناس تقعد تقول لك الراجل جايب لعيبه ما ينفعش ان هي تبقى موجوده في المنتخب، ما ينفعش ان يتقال عليها لعيبه دوليه، ليه يخشوا معسكر ويخرجوا؟ يا جماعه طب ما تسيبوا الراجل براحته، احنا في اخر مراحل التجربه دلوقتي. يعني كاس العرب انا نفسنا ناخد البطوله طبعا، اي بطوله مصر بتلعب فيها طبيعي اسم مصر كبير فتبقى عايز تاخد البطوله، يعني تبقى غيران على بلدك جدا وعلى منتخبك جدا. لكن انت دلوقتي في اطار التجربه، في اطار الوقوف على بعض المستويات الخاصه ببعض اللاعبين ومدى كفاءتهم ومدى امكانيه استمرارهم في منتخب مصر، وهي دي اخر المراحل. انت بعد كده عندك ايه؟ لو اتلعبت كاس الامم الافريقيه تمام، هيبقى معسكر اسبوعين ولا حاجه قبلها، وبعد كده التصفيات والمرحله النهائيه من تصفيات المؤهله لكاس العالم باذن الله تعالى في قطر 2022. فخلاص سيبوا الراجل يجرب براحته ويغير براحته ويلعب في التشكيل براحته، اديه بيشوف اديه بيتعلم عشان يستقر في الاخر على التصور الخاص باللاعبين اللي تساعده في تحقيق الاهداف والطموحات للشعب المصري. امبارح عجبني جدا جدا عدد من اللاعبين، عمر كمال عبد الواحد لعيب مميز جدا جدا. الولد حسين فيصل ده مستقبل للكره المصريه، مستقبل الكره المصريه، عنده مقاومات ما شاء الله بدنيه وجسمانيه وامكانيات ومهارات فنيه وفرديه ممتازه. جاب هدف وصنع هدف امبارح. امبارح كمان محمد شريف بانت قيمته، الراجل نزل عدد من الدقائق بسبب الانذار، كان خايف عليه كيروش عشان ما ياخدش انذار تاني فيغيب عن مباراه الجزائر الهامه، لكن لما نزل من نص فرصه بيجيب جون، وهي دي ميزه محمد شريف وميزه تواجده في خط الهجوم كمهاجم مش كده على الاطراف، مع انه هو اصلا مركزه بيلعب كوينج رايت او وينج ليفت، يعني تحديد وينج ليفت. لكن كابتن حلمي طولان كان ليه دور كبير جدا في مسيره محمد شريف ان هو يبقى مهاجم قناص. فمن اللعيبه الكويسه جدا جدا امبارح. احمد رفعت كمان هدفه العالمي وتالقه ومباراه كبيره جدا بالنسبه له، لعيب بكواليتي عالي جدا، وان شاء الله باذن الله يكون اضافه لمنتخب مصر بكل تاكيد. فالامور ماشيه بشكل جيد. دورنا احنا ايه؟ دورنا المسانده والدعم للمنتخب، عشان في الاول وفي الاخر احنا عايزين نفرح كمصريين بتاهل منتخبنا لكاس العالم، عايزين نفرح كمصريين باداء منتخبنا في كاس العالم وكمان في كاس الامم الافريقيه لو اتلعبت برضو، لازم اعيد على الجزئيه دي. وطبيعي جدا ان احنا نفضل مساندين وداعمين للجهاز الفني، زي ما قلت برضو امبارح، لو قعدنا نقطع في الجهاز الفني لو عايزين نمشيه هنجيب مين دلوقتي في فتره ضيقه زي كده؟ وحط برضو في اعتبارك انت بتتكلم على مدير فني كبير زي كارلوس كيروش، مدير فني كبير جدا بتاريخ وسي في محترم يعني. فهو الراجل واضح ان هو عارف بيعمل ايه، واضح جدا. المباراه الجايه مع الجزائر هتكون صعبه قوي، صعبه. عايز اتكلم مع حضراتكم في الفرص، لان احنا يعني الناس اختلط عليها الامر، احنا دلوقتي متساويين مع الجزائر في كل شيء. عدد الاهداف اللي جبناها ما استقبلناش اي هدف، يعني منتخب مصر جاب 6، الجزائر جابوا 6 اهداف، ما استقبلناش ولا هدف كلا المنتخبين يعني. الانذارات هي اللي فيها كلام، لان احنا منتخبنا الوطني اول ماتش خدنا انذارين وتاني ماتش خدنا انذار بتاع مصطفى فتحي. الجزائر عندهم انذارين في طرد، يعني انذارين بطرد، فالموقف هنا هيكون ايه؟ فالمعروف او الطبيعي ان هقول لحضراتكم اللائحه بتاعه البطوله هي اهي على الشاشه قدام حضراتكم. ده جدول ترتيب المجموعه الرابعه بعد نهايه الجوله الثانيه من دور المجموعات ببطوله كاس العرب. عفوا.
يتساوى منتخب مصر والجزائر، ده طبعا في حالة يا جماعة ان المباراة الجاية خلصت بالتعادل ما بين المنتخبين بأي نتيجة. هما دلوقتي متساويين في ايه؟ في عدد النقاط لكل منتخب من الفوز على منتخبي لبنان والسودان، كما يتساويان في عدد الأهداف المحرزة وفارق الأهداف 6 أهداف نظيفة، كما يتساويان في بند اللعب النظيف الذي تلجأ إليه اللائحة في هذه الحالة، حيث يخصم من كل فريق 3 نقاط لحصول مصر على 3 إنذارات والجزائر على طرد غير مباشر نتيجة إنذارين للاعب واحد في المباراة أو في إحدى المباريات. يعني الترتيب الأهم في نهاية مباريات المجموعة لتحديد الأول والثاني، وفي حالة استمرار التعادل بينهما خلال لقاءهما معا ضمن الجولة الثالثة في النقاط والأهداف واللعب النظيف سيتحدد من خلاله متصدر المجموعة الرابعة بالقرعة. طب خلي بالك أنت دلوقتي لو لعبت الجزائر، هي اللائحة واضحة، بس أنت لو لعبت الجزائر وتعادلت، ما أنت ممكن مثلا لعيبة منتخب مصر تاخد إنذارات أو منتخب الجزائر تاخد إنذارات، ففي الحالة دي برضه هتروح ناحية اللعب النظيف وتشوف مين الأقل حصولا على البطاقات الملونة. فبالتالي في كل الأحوال يعني إحنا واخدين بطولة كأس العرب كتجربة، عندنا آمال كبيرة إن إحنا يعني برضه نقتنع بأداء منتخبنا أكتر وهم في الطريق الصحيح في الحقيقة، وهدفنا طبيعي الفوز زي ما احنا متعودين من خلال منتخبنا. وهتلعب مع الجزائر، الافضل انت تلعب على الفوز وتلعب انك تحسم التاهل عشان توجه رساله لما تبقى من مباريات في هذه البطوله. احنا خلاص تاهلنا الحمد لله، وان شاء الله باذن الله نكون موفقين. اكيد اكيد مصر والجزائر عايزين يبعدوا عن مواجهه المغرب المتصدر للمجموعه الاخرى اللي هنقابلهم يعني. فبالتالي انت تطلع الاول تبعد عن المغرب، تبقى المواجهه بالنسبه لك اسهل شويه، وخلي المواجهات الضرب النار دي تبقى ايه في نص النهائي بقى والنهائي ان شاء الله باذن الله تعالى. فكل التوفيق لمنتخبنا الوطني والجهاز الفني واللاعبين، وان شاء الله باذن الله يفرحوا كل المصريين. ده فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني. خلينا بقى نروح لايه، نتكلم شويه عن النادي الاهلي. الكلام كتير شويه الفتره دي بخصوص النادي الاهلي، بخصوص ايه تحديدا؟ بخصوص معسكر النادي الاهلي في الامارات، وهل المعسكر هيتلعب، هيبقى موجود وهيقام ولا مش هيقام ولا هيتلغي ولا الامور ايه. الاخير واخر حاجه اقدر اقولها لحضراتكم ان الاهلي عنده اكتر من عرض بخصوص اقامه هذا المعسكر، والاهلي بيدرس هذه العروض، وخصوصا كمان بالتحديد بعد ما تم تحديد خلاص بشكل شبه رسمي ميعاد مباراه السوبر ما بين الاهلي والرجاء المغربي السوبر الافريقي اللي بنسبه 99% هتكون يوم 24 من الشهر الجاري. فالاهلي بيدرس الامور وبيشوف ايه الاصلح وايه العرض الانسب وبرنامج الاعداد يكون شكله عامل ازاي، لان البطوله دي طبعا مهمه جدا وبتلاعب فريق قوي 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 زي فريق الرجاء المغربي. فلم يتم حسم امر معسكر الاهلي الخارجي حتى الان، وسيتم حسمه خلال الساعات المقبلة بإذن الله تعالى بالشكل النهائي، ومن ثم بعد ما يتم حسمه أكيد النادي الأهلي هيعلن عن الشكل النهائي أو البرنامج الخاص باستعداده للسوبر الأفريقي إن شاء الله. نتمنى كل التوفيق طبعا للنادي الأهلي، بطولة تكون تضاف لدولاب بطولات الفريق والبطولات الأفريقية تحديدا، وده أمر هيكون مهم. واثقين قوي في الجهاز الفني في اللعيبة، عندنا بصراحة قائمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قائمة محترمة جدا جدا ومليئة بالعناصر المميزة المتألقة خلال الفترة الأخيرة. فبالتالي عندنا فرص كبيرة، لكن في نفس الوقت احنا بنقابل منافس قوي، ودي كرة قدم منافسة صعبة جدا على بطولة من مباراة واحدة. دايما البطولات اللي زي دي اللي بتبقى مباراة واحدة بتبقى صعبة جدا، وأكيد شفنا تجربة مباراة السوبر المصري مع طلاع الجيش رغم فارق الإمكانيات، لكن طلاع الجيش قدر ان هم يفوزوا بالسوبر بضربات الجزاء الترجيحية. الأهلي هيرجع إن شاء الله للتدريبات الجماعية قريب جدا، وان شاء الله باذن الله يستعد بمنتهى القوه لهذه المباراه الهامه. ده فيما يتعلق ايضا باخر جديد يخص النادي الاهلي تحديدا. اخبار الاهلي قليله شويه، يعني التركيز كله على منتخب مصر، وفي نفس الوقت احنا في فتره اجازه بالنسبه للفريق الاول، فمفيش جديد قوي بخصوص النادي الاهلي. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، عندنا لسه اخبار اخرى بالتحديد في الحسابات الرسميه على السوشيال ميديا بتتكلم برضو عن النادي الاهلي، لكن احنا كمان عندنا رد على هذه الاخبار. استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف ايه اللي اتكتب على الاهلي النهارده في السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه. نبتدي بحساب اليوم السابع على تويتر،
كله بيتكلموا ان اخر كلام خلاص الكاف قال للاهلي ان السوبر الافريقي يوم 24 ديسمبر في قطر. هو خلاص يعني نسبه كبيره هو في التوقيت ده، بس في انتظار الخطابات الرسميه من الاتحاد الافريقي. لحد دلوقتي مفيش حاجه رسمي جت للنادي الاهلي، لكن هو الاقرب فعلا بنسبه 99% السوبر الافريقي هيتلعب خلاص في قطر يوم 24، ممكن قبل كده يوم بعد كده يوم، يعني لما يتم الاعلان بشكل رسمي من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم المنوط بتنظيم هذه المباراه. خلينا نروح كمان لسه مع اليوم السابع على تويتر، واللي بيقولوا ان الاهلي يحسم مصير الراحلين بقرار مهم قبل ميركاتو الشتاء. ركز بقى معايا في الجزئيه دي لان في توضيحات مهمه قوي 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 هقولها لحضراتكم. بنسبه تفوق ال 95% بل تفوق كمان ال 97% الاهلي لن يتعاقد مع العناصر جديده في فتره الانتقالات الشتويه. ده بسبب ايه؟ بسبب ان الاهلي عنده قائمه قويه جدا. انا بقول لحضراتكم النسبه المئويه، ممكن نلاقي نتفاجئ بصفقه يحتاجها الجهاز الفني فيشتغل عليها المسؤولين في النادي الاهلي، مدير التعاقدات كلام من ده، ويجيبها للمدير الفني. لكن النسبه الاكبر بكتير جدا اللي تفوق 97% الاهلي لن يتعاقد مع اي عنصر جديد يضاف لقائمته. ده معناه ايه بقى؟ وهنا الرد على الخبر ده، معناه ان الاهلي بنفس النسبه مش هيرحل عنه اي لاعب من اللاعبين الموجودين في قائمه النادي الاهلي. ليه برضو؟ لان الاهلي عنده منافسات عده وبطولات كلها مهمه جدا جدا جدا، فانت محتاج لكل لاعب موجود في قائمته، محتاج لكل عنصر في الكفاءه من العناصر الموجوده. عندنا عناصر بكفاءه كبيره جدا في قائمه النادي الاهلي، فانت محتاج لكل الناس دي تحسبا لاي ظروف لاي اصابات. فاي واحد هيلعب هيجيد وهيحقق المطلوب. امال مين اللي ممكن يمشي؟ هقول لحضراتكم تاني، لو مشي حد هيبقى من العناصر الشابه اللي مصعده من قطاع الناشئين واللي شايف فيهم مستر بيتسو موسيماني ان هم لعيبه كويسه محتاجين شويه خبرات، فطلعوهم يا جماعه اعاره بالتنسيق طبعا باللجنه التخطيط والمشرف العام على الكره الكابتن محمود الخطيب والمدير الفني والجهاز الفني، طلعوهم اعاره ياخدوا خبرات عشان نستفاد منهم فيما بعد، على غرار ما حدث في اكتر من عنصر بنشوف مدى كفاءتهم دلوقتي في الحقيقه، يعني ابرزهم محمد شريف. تمام. نسبه ان يكون في مفاجاه في الراحلين تكاد تكون معدومه، اهو تاني بعنوان واضح، نسبه ان يكون في مفاجاه او مفاجات في الراحلين عن صفوف النادي الاهلي في فتره الانتقالات الشتويه تكاد تكون معدومه. ليه؟ لان نفس السبب اللي قلته لحضراتكم، الاهلي عنده بطولات كتير جدا فمحتاج لكل لعيب من اللعيبه الجيده قوي من القائمه الممتازه دي في على مدار الموسم وعلى مدار مختلف البطولات. فده توضيح مهم وتفصيله مهمه جدا حبينا نقولها لحضراتكم. خلينا كمان نروح لحساب الوطن سبورت وعلي معلول يرد على الاهلي بشان تفاقم اصابته في العضله الضمه. معلول يا جماعه برده عشان نوضح الجزئيه دي، لسه عنده اجهاد في العضله الضمه لم يصل لمرحله الشد او المزق، فبالتالي هو بيعمل بعض التدريبات التاهيليه مع الجهاز الطبي المنتخب تونس، وبالمناسبه هو جهاز طبي مميز والامور بالنسبه له ماشيه بشكل جيد وحالته دلوقتي جيده بل جيده جدا، ومش هيتم الدفع بيه بنسبه كبيره في المباراه اللي جايه لمنتخب تونس رغم اهميتها، لان منتخب تونس كسب ماتش وخسر ماتش، لكن حفاظا على علي معلول وعدم تفاقم الاصابه هيبقى في تريث نوعا ما في الدفع بيه في المباراه المقبله مع منتخب تونس، قد يتم الدفع بيه فيما بعد في حال تاهل منتخب تونس للادوار الاقصائيه من بطوله كاس العرب. لكن الموضوع يعني مش مقلق خالص بالنسبه لعلي معلول عشان اطمن حضراتكم، لان احنا بالنسبه لنا علي معلول من اللعيبه الثقيله قوي 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 واللي فيه دايما حاله من الحب والعشق ما بين جمهور النادي الاهلي واللاعب نظرا للمردود اللي دايما بيقدمه للفريق. يعني خلينا كمان نروح للاهرام وحسابهم على تويتر، لاعبو الاهلي يحتكرون لقب الافضل في الدوري المصري. انا هقول لحضراتكم تفاصيل الخبر ده فيما يتعلق يعني بالجولات الاولى في الدوري المصري الممتاز واول ست جولات، ومن خلال طبعا الجائزه اللي بيقدمها او يعني لقب الافضل اللي بيقدمه رابطه الانديه المحترفه واللي عامله مجهود مميز جدا. فالجوله الاولى كان مين نجم الجوله؟ كان بيرسي تاو لما جاب هدفين في الاسماعيلي. الجولة الثانية كان حمدي فتحي طبعا اللي تألق بشكل كبير جدا على مدار ست مباريات كمان مش الجولة الثانية بس. الجولة الثالثة طبعا كان أليو ديانج بعد توهجه وتألقه أمام الزمالك في مباراة الخمسة.
والجولة 5 كان أكرم توفيق اللي عمل موسم أكثر من ممتاز، والتاني مرة هذا الموسم حتى الآن بيرسي تاو في الجولة السادسة اللي قدر ان هو يفوز بافضل لاعب في الجوله من خلال رابطه الانديه المحترفه. وجه في الجوله الرابعه لاعب فيوتشر ولاعب منتخب مصر المتالق احمد رفعت، وكان يستحق في الحقيقه لانه عمل مباراه ممتازه في الجوله الرابعه وبيقدم موسم حتى الان جيد جدا. فالاهلي بيحتكر لقب الافضل حتى الان لانه 5-1، فحاجه كويسه جدا يعني. وده برضو ان دل يدل على ايه؟ يدل على ان الاهلي عنده قائمه ممتازه ما شاء الله من اللاعبين، ربنا بس يحميهم من الاصابات ويحمي كل لاعيبه مصر وكل الانديه باذن الله يعني. خلينا نروح لحساب سبورتس 360 على تويتر واللي بيقول اعلى اللاعبين قيمه سوقيه في الدوري المصري، الاهلي يسيطر على القائمه، اسماء رمضان صبحي وبيرسي تاو الاغلى، من اللاعب الذي ترى ان قيمته سوقيه؟ ده السؤال الخاص بالحساب. لكن قال لك ايه؟ بيرسي تاو الاغلى ب 3 مليون يورو، طبعا طبيعي جدا لعيب جاي من الدوري الانجليزي. محمد الشناوي ما شاء الله برضو القيمه بتاعته ب 2.5 مليون يورو، افشا ب 2 مليون و 200 الف يورو، اليو ديانج ب 2 مليون يورو. ماشي، ده بخصوص اخبار الاهلي في ترند الاهلي والحسابات الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا. هنروح لفاصل، بعد الفاصل بقى نتكلم في بعض الاخبار تتعلق بالجانب المحلي بتفاصيل اكتر، استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية، تعالوا بقى نتكلم شويه عن بعض الاخبار اللي تتعلق بمنتخبنا الوطني. احنا علقنا خلاص على مباراه امبارح وعلى تالق منتخب مصر وعلى النتيجه الكبيره المميزه والاداء المقنع، وده اهم بكتير في الحقيقه، لكن نشوف بعض الاخبار المهمه واللي بتتعلق ببعض العناصر داخل منتخبنا الوطني. نبتدي بحمدي فتحي، واحنا عارفين ان حمدي فتحي كان اصيب اصابه يعني مش قويه قوي، لكن كانت عباره عن ارتجاج خفيف في المخ، فبالتالي طبقا لبروتوكول الاتحاد الدولي الاصابه دي تحديدا لازم بيبقى ليها يعني تدرج طبيعي او تدرج معين في العوده للمشاركه في المباريات. حمدي فتحي عنده بعض الفحوصات الطبيه اللي بيعملها وهيشارك في تدريبات المنتخب النهارده، بس النهارده لما هيشارك هيشارك في جزء بسيط، يعني اعتقد لو تدريب منتخب مصر ساعه ونص النهارده هيشارك في 45 دقيقه بس كمرحله من ضمن المراحل او من ضمن مراحل العوده. بكره ان شاء الله هيشارك في المران بالكامل اللي هو المران الاخير، لكن مش يعني نسبه كبيره مش هيتم الدفع بيه في مباراه الجزائر، وباذن الله هيكون جاهز تماما بنسبه 100% ان هو يشارك في الادوار الاقصائيه باذن الله تعالى مع منتخبنا الوطني. واحنا عارفين مدى قيمه واهميه حمدي فتحي كلاعب في وسط ملعب المنتخب او حتى لو طلب منه انه يلعب في الجانب الدفاعي. ده فيما يتعلق ب حمدي فتحي، وتبقى فرصه في المشاركه في مباراه الجزائر وارده، هيبقى على حسب الرؤيه الفنيه، ممكن يكون في يعني اجراء احترازي اللي هو خلاص احنا تاهلنا رغم اهميه المباراه فندفع بحمدي فتحي يكون جاهز اكتر في المباراه اللي بعد كده حسب هنقابل مين في دور ربع النهائي، وقد يستقر كيروش على الدفع بيه في مباراه الجزائر، لكن الاقرب هو عدم الدفع بيه وهنشوف قرار كيروش في الاول وفي الاخر يعني. خلينا كمان نروح لخبر اخر من حساب في الجول على تويتر وبيقول يستضيف ملعب الجنوب في الوكره مباراه مصر ضد الجزائر الحاسمه لصداره المجموعه الرابعه. المباراه دي بيترقبها في الحقيقه ناس كتير قوي من الوطن العربي، لان هي مباراه يعني ما بين منتخبين بقيمه كبيره قوي، تاريخ كبير، تاريخ منتخب مصر اكبر طبعا في افريقيا، الجزائر برضو منتخب قوي جدا جدا، فمباراه مثيره وهي هتكون على غرار مباريات الجولات الاقصائيه او المباريات الاقصائيه، لان انت لما هتتاهل مصر والجزائر خلاص تاهلوا، يا مصر يا الجزائر هيلعبوا مين في دور ربع النهائي؟ المغرب. فاتفرج بقى على الماتش ده، هيبقى ماتش قمه في الاثاره والمتعه والنديه والقوه طبعا طبعا، ايا كان مين هيقابل المغرب سواء مصر او الجزائر، حتى لو الجزائر هتقابل المغرب احنا هنقعد نتفرج لان هيبقى ماتش جامد جدا. ففي كل الاحوال مباراه بكره او بعد بكره تحديدا مهمة وقوية وهتكون ممتعة بإذن الله، نتمنى التوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني. التذاكر تقريبا بنسبة 85% خلصت أو 85% منها نفذ، فبالتالي هيكون الحضور الجماهيري كتير، أعتقد الأغلبية هتكون
للجماهير المصريه، لان الجاليه المصريه في قطر هناك يعني كتير جدا جدا في الحقيقه، ومساندتهم هتكون مهمه رغم قوه كمان جمهور الجزائري. هي ان شاء الله مباراه يتخللها الروح الرياضيه ما بين المنتخبين، وان شاء الله نتمتع بيها كلنا كجمهور عربي يعني. كمان من اليوم السابع حسابهم على تويتر وبيقولوا منتخب مصر يضمن مكافاه مليون دولار بعد التاهل للدور الثاني. ده من خلال ايه؟ احنا عارفين اللائحه بتاعت البطوله دي او مجرد المشاركه انت كمنتخب بتاخد 750,000 دولار، تتاهل لدور ربع النهائي فهتاخد مليون دولار. منتخب مصر تاهل خلاص فهياخد المليون دولار بغض النظر عن نتيجه المباراه اللي جايه امام الجزائر، فربنا يزيد ويبارك ويكرم كده باذن الله. ان شاء الله كمان ناخد الجائزه الاكبر لما نتاهل دور نصف النهائي والنهائي كمان، وليه لا ما ناخدش البطوله دي. ده فيما يتعلق بمكافآت بطولة كأس العرب. خلينا كمان نتكلم على هدف أحمد رفعت العالمي امبارح، هدف أكثر من رائع. وفي الحقيقة حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم على تويتر أشاد بهدف رفعت في شباك المنتخب السوداني، وزي ما حضراتكم شايفين عرض الهدف عنده على الصفحة بتاعتهم على تويتر أو مختلف صفحاتهم على السوشيال ميديا، يعني صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم. هو هدف في الحقيقة يستحق الإشادة، هو لاعب مميز وطموح ومجتهد، نتمنى له يا رب التوفيق دايما. واي لاعب يكون اضافه لمنتخب مصر بغض النظر هو بيلعب فين او بغض النظر انتمائه ايه، احنا نتمنى له يا رب كل التالق، وكل لاعبتنا المصريين ان شاء الله باذن الله يكونوا متالقين، لان نفسنا منتخبنا يكون المنتخب اللي احنا عشنا معاه ايام الكابتن حسن شحاته، المنتخب اللي امتعنا، المنتخب اللي احنا كنا بنبقى قاعدين مطمنين ان احنا هنكسب كده ايام الكابتن حسن شحاته. وفي الحقيقه هو الموضوع ده مش يحسب الكابتن حسن شحاته بس، عشان برضو نبقى يعني نتكلم بشكل واضح يعني ومنطقيه، يحسب لمستر مانويل جوزيه برضو طبعا النصيب الاكبر، بما ان المدير الفني منتخب مصر والكابتن حسن شحاته فهو اللي بيختار وبينتقي العناصر. لكن احنا كان عندنا في النادي الاهلي في التوقيت ده جيل ذهبي، فكان مدي اريحيه كبيره للكابتن حسن شحاته. فجوزيه في وجهه نظري ووجهه نظر الكثيرين في الحقيقه ساهم بنسبه ما في الشكل الممتاز اللي كنا نتفرج عليه لمنتخبنا الوطني، لكن الاساس طبعا هو مدير فني المنتخب كابتن حسن شحاته. ويعني كابتن حسن شحاته مدير فني كبير قوي 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 يعني، وراجل ليه تاريخ ممتاز ورائع، مش هنقدر ننسى الفتره بتاعته مع منتخبنا الوطني. طيب بمناسبه الكابتن حسن شحاته ومناسبه منتخبنا الوطني ومناسبه كمان مباراه الغد، فاخر مواجهه وده من خلال يلا كوره حسام على تويتر، اخر مواجهه جمعت ما بين مصر والجزائر كان في 2010 السنه او اخر بطوله خدناها بطوله امم افريقيا، لما لعبنا الجزائر في دور نصف نهائي كاس الامم الافريقيه في انجولا وكسبنا كام؟ كسبنا 4-0 مع الرقفه، رغم ان ساعتها كان المنتخب الجزائري تاهل لكاس العالم على حساب منتخبنا في مباراه السودان الشهيره يعني. لكن في نفس الوقت المنتخب المصري رد اعتباره بفوز تاريخي على المنتخب الجزائري، لما تكسب منتخب كبير زي منتخب الجزائر بنتيجه 4-0 فدي نتيجه طبعا كبيره يعني. منافسه اكيد شريفه في الملعب ما بين المنتخبين، وفي الاول وفي الاخر اشقاء كلنا عرب، اشقاء مصر والشعب الجزائري الشقيق الحبيب وكل الشعوب العربيه، وده امر مفروغ منه يعني. كمان خلينا نروح لايمن اشرف واللي ليه بعض التصريحات من خلال يعني الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم. قال ايه ايمن؟ قال ان احنا حققنا فوز مهم، انا بقول لحضراتكم التصريحات كلها يعني، حققنا فوز مهم امام السودان وكان يجب حصد ال3 نقاط. قال نرغب في التاهل كاول مجموعه والاداء كان مطمئنا امس او مطمئنا امس وسيزداد قوه خلال المباريات القادمه. وقال كمان ايمن ان كيروش قال لنا استمتعوا في الملعب واستطعنا بالفعل ان نستمتع والاداء كان جيد على مدار الشوطين، الروح بين اللاعبين جيده. واختتم ايمن تصريحاته وقال منتخب مصر يفكر في الفوز دائما وكل تفكيرنا منصبا على ذلك لنتاهل كاول مجموعه، ودي ثقافه مهمه قوي وتفكير مهم قوي عشان تأدي مباراه كبيره قدام الجزائر المنتخب الصعب بكل تاكيد. لكن كمان احد نجوم المنتخب في هذه البطوله هو عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي الزمالك المعار لفريق فيوتشر واللي بيتالق في مركز الظهير الايمن، واللي ليه بعض التصريحات المهمه جدا، واللي قال اهنئ الجماهير نحن نشارك في كل مباراه وبنعمل 1000 حساب لها اكثر من المباراه اللي قبليها، تخطينا لبنان وركزنا على مواجهه السودان. وقال كمان درسنا السودان جيدا وسنركز على المواجهه المقبله امام الجزائر، مباراه لن تكون سهله بالنسبه لنا او لهم ونتمنى ان نتاهل كاول مجموعه.
ولما اتسأل على خط الدفاع امس كان في حاله راحه امام السودان، يعني هل انت شايف كده صح ولا لا؟ قال لا اطلاقا، لا نشعر بالراحه لانه من الوارد ان نتلقى اهدافا في مرمانا. فيعني معنى كلامه ان احنا كان لازم نبقى مركزين جدا. ده فيما يتعلق باخر اخبار منتخبنا الوطني على السوشيال ميديا. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في مباراه الغد امام الجزائر، هتكون الساعه 9 بالليل. تعالوا بقى نتكلم شويه في الجانب العالمي، لان في امور كتير جدا مهمه وبعض الاخبار اللي نتكلم فيها. بما اننا بنتكلم عن الجانب العالمي لازم نتكلم طبعا عن نجمنا المصري العالمي الكبير المميز الاسطوره محمد صلاح. مش بنبالغ لما بنقول كده لانه فعلا لعيب كبير قوي قوي قوي، يعني من افضل لعيبه العالم، وفي نظرنا احنا كمصريين هو الافضل بكل تاكيد. فمن حساب يلا كوره بيقولوا ان الملك المصري محمد صلاح شارك بشكل مباشر في 150 هدف، متخيل 150 هدف في الدوري الانجليزي مع ليفربول من خلال كام مباراه؟ 161 مباراه في الدوري الانجليزي بس. كام هدف جابه؟ 108. الارقام دي احنا كنا بنسمع عنها مع ميسي ورونالدو وبعض اللاعبين بس، ما تخيلناش ابدا ان يكون عندنا نجم مصري بالارقام المميزه دي. عمل كام اسيست بخلاف اسيست امبارح اللي عمله قدام ولفرهامبتون في الثانيه الاخيره فعلا من المباراه، وكان ليفربول محتاج الفوز ده عشان يتخطى تشيلسي في الترتيب، وفعلا تخطى تشيلسي بعد خساره تشيلسي امام ويستام. فعمل 51 تمريره حاسمه يعني، فارقام ممتازه جدا لنجمنا المصري محمد صلاح. توماس توخيل كمان عدد اسباب الخساره من ويستام، وده من خلال اي بي ال وورلد على تويتر، وقال ان في اسباب كتير جدا للخساره. قال ان احنا ما قدمناش مباراه سيئه، لكن الاخطاء الفرديه كلفتنا الكتير وكانت سبب في ان احنا نخسر، بالتحديد الشوط الثاني خطأين تعاقبنا عليهم، تلقينا من خلالهم اهداف وقدر ويستام ان هو يحرز الاهداف دي، واحنا في حاجه ان احنا نلعب بشكل اكثر دقه وان نكون اكثر استقرارا ونحتاج الى تقليل الاخطاء الكبيره. في كل الاحوال تشيلسي عاملين موسم ممتاز بصراحه مع توماس توخيل وماشيين بشكل جيد جدا. دلوقتي هما في الترتيب الثالث في الدوري وبيتصدر مانشستر سيتي زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي كده من خلال حساب يلا كوره. ثلاث متصدرين للدوري الانجليزي في يوم واحد ازاي؟ اول اليوم قبل بدايه المباريات كانت تشيلسي المتصدر في الترتيب الاول او كمركز اول، وكان مانشستر سيتي في المركز الثاني، وكان ليفربول في المركز الثالث 33 نقطه تشيلسي، مانشستر سيتي 32 وكان ليفربول 31. بعد انتهاء مباراه الامس او بالتحديد بعد انتهاء مباراه ليفربول قبل ما تنطلق مباراه مانشستر سيتي مع واتفورد، كان ليفربول كسب في الثانيه الاخيره بهدف اوريجي اللي عمله اسيست محمد صلاح فتصدر وبقى تشيلسي في المركز الثاني. وبعد كده لما لعب مانشستر سيتي امام واتفورد وكسبه بنتيجه كبيره 3-1 فتصدر مانشستر سيتي. فالترتيب دلوقتي حاليا ايه؟ مانشستر سيتي اول، ليفربول ثاني، تشيلسي ثالث، الفرق ما بين كل واحد فيهم نقطه، وهي دي اثاره وحلاوه الدوري الانجليزي بكل تاكيد. دي كانت اهم وابرز الاخبار العالميه تحديدا اتكلمنا فيها بشكل مفصل. خلينا ناخد بقى تفاعل حضراتكم معانا على سؤال حلقه النهارده وتقييمكم لاداء منتخبنا في اول ماتشين في بطوله كاس العرب سواء امام لبنان او السودان. فكان رد شاكر محمد قال بعد المباراه دي اعتقد الفرص والامكانيات متساويه بين مصر والجزائر، ويمكن مصر احسن في المصريين بعد ماتش الجزائر والسودان، قعدت تقلل من منتخبنا الوطني وقالوا هنشيل كتير والخ. الجزائر امس تعاني من لبنان وفعلا كسبوا بصعوبه جدا، مصر مسجله 5 ومقدمه مباراه فوق من رائعه او اكثر من رائعه قصده، يعني مدير فني او يعني جانب فني تحفه، بلاش نقلل منتخبنا. بتفق معاه في الراي ده في الحقيقه شاكر. خلينا نروح لذكرى مسعد واللي قالت منتخب مصر امبارح عمل مباراه تاريخيه امام منتخب السودان والاداء كان ممتاز من كل اللعيبه، ومصر والجزائر دلوقتي بقوه او بقوا مستوى واحد، وان شاء الله نقدر نوصل للنهائي يا رب باذن الله يا ذكرى. حازم قال المنتخب رائع جدا في المباراه الثانيه ونتمنى الافضل المنتخب اهلاوي افتخر. ماشي يا حزوم. اخر حاجه معانا خالص السيد محمد هبه واللي قال مساء الخير عليك يا كابتن امير، مساء الفل عليك يا سيد محمد هبه، اداء جميل والف مبروك للمنتخب الوطني وان شاء الله الفوز بالبطوله العربيه. تحياتي لك من عائله هبه، تحياتنا لحضرتك طبعا منورنا ومشرفنا من خلال تعليقك.
دي كانت تعليقات حضراتكم على سؤال حلقه النهارده. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنوا، الى اللقاء.